صديقتي ريم تسأل تقول هل الحجامة مفيدة بالتنظيف؟ انت تتكلمين عن الجسد المادي صح؟ ارجع اقول لك انا مو متخصصة بالموضوع الجسد المادي، لكن انا سويت حجامة صراحة كم مرة، اللي هي الحجامة الرطبة والجافة بعد سويتها كلها، وان كانت الجافة اكثر يعني. وتجاربي مع الحجامة كانت خلنا نقول إيجابية، بس مو كثير إيجابية، ما أعرف ليش، يعني جيدة، أحس أنها جيدة يعني شعور جيد وكذا، بس ما حسيت أنه واو في تغير مثلا في جسمي أو في تغير يعني مختلف. لكني سمعت من واحدة من الصديقات تقول أنه لازم الاستمرار، فأنا ماني متأكدة بالضبط على زي ما نقول الطريقة الأصح عشان الواحد يوصل للطريقة الأفضل للحجامة. خلونا نشوف لنا أحد ممكن يجي يتكلم معانا عن الحجامة، وبرضو ما أدري هل وقتها خريف ولا لا، هل هي يعني توقيتها مناسب في الخريف؟ زوجي كثير النوم أو كثير كتوم وأنا أعاني من هذا الأمر، كيف أتعامل معه؟ حبيبتي أنتي، يعني هو يحتاج إنه يشتغل على نفسه، ودي إنك ما تنشغلين بالموضوع. نور تقول كيف أتشافى من حزني لأن طفلي يعاني من احتياجات خاصة، كيف ممكن التنظيف يساعدني؟ حبيبتي نور، حبيبتي نور، بسم الله عليك. أول شيء تأكدي إنه وجود هذا الطفل بين يدينك هذه رسالة لك بشكل يعني مقصود. الأم اللي عندها طفل له احتياجات خاصة، له ظروف مختلفة، طفل مريض يمر بطفولة مختلفة، رسالة لها هي بالدرجة الأولى. لما يصل الطفل إلى عمر 21 وبعدين يتحرر من طاقة الأم، وقتها تكون الرسالة مرتبطة فيه هو، وقتها يكون هو يحمل الرسالة وعليه أن يلتزم بمسؤولياته تجاه هذه الرسالة. انت الواقع الحالي اللي انت فيه بدون ادنى شك انه انت اللي راح تعطينا مزيد من الطاقه، لا تنسين هذا الشيء. ما تقدرين يعني تسوين تنازل او تجيبين احد، او يعني انت كأم انت معنيه بانك انت تعبين غالبيه خزانات هذا الطفل، انت المعنيه في القصه الكبيره انك تعبين خزانات هذا الطفل. من الطبيعي ان نتوقع ان الام لما يكون عندها طفل بهذه الظروف انها تمر بصدمه، انها تمر بشعور يعني انها ممكن تنزل قاع، ممكن تمر بشعور حزن، ممكن غضب، ممكن حاله انكار، تبدا تخبي طفلها، يعني تمر بعدد من المراحل. المرحله اللي انت وصلتي لها قد تكون نوع من الاستسلام، قد تكون نوع من أو أنت خلصتي أو بدأتي في حالة يأس، قد تكون نوع من أنه أنت فقط متورطة، حالة تورط يعني أنه أنت ما قدرت تحلين الموضوع. أبغى أذكرك بشيء، في بعض الأشخاص يقول طيب يعني الكلام اللي بتقولينه يعني بيشاف الطفل أو بيغير الموضوع؟ لا صراحة في الغالب لا في الغالب لا، بس أبغى أقول لك شيء كثير مهم، انه القصة او الالم اللي احنا نعيشه في الحياة هو متعدد الطبقات. الالم اللي احنا نعيشه في الحياة متعدد الطبقات، الم مادي، الم فكري، الم مشاعري، الم طاقي، او على مستوى الروح. فكون انه انت متألمة على عدد من المستويات، هذا يخلي الموضوع كثير كبير، كثير كبير، يخلي الموضوع كأنها حفرة سوداء صراحة إذا أنت ما قدرتي تفكينها عقليا، يعني ما لقيتي لها جواب. بنفس الوقت شعورك أنت تشعرين بالحزن، بنفس الوقت سلوكيا أنت يعني متورطة، قد يكون ما عندك المال الكافي أنك توظفين أحد، قد يكون ما عندك المال أنك تحطينه في مدرسة جيدة مناسبة لحالته الصحية، قد يكون عندك مثلا إرهاق أو تعب في جسمك، كثير أشياء ممكن تكون يعني حطتك الحياة في زاوية حرجة ماديا. أبغى أقول لك انه فهمنا للرساله اللي احنا موجودين فيها، تنظيفنا للمشاعر اللي احنا نمر فيها، يعني انه احنا شلنا طبقات كثيره من الالم،
يعني الألم طبقات طبقات. ما يعني إنه أنا هل عندي شيء سحري لما أنا بسويه راح يتغير طفلي ويصير هو احتياجات خاصة بيصير شخص طيب وطبيعي، خصوصا إذا كان مولود بهذه القصة. معناها الرسالة مرتبطة بالروح، لما يكون مولود بقصة من هالقصص الصحية معناها الرسالة مرتبطة بهذه الروح. ذلك في الغالب ما نتوقع إنه الموضوع راح ينتهي إلا في ظرف معين. فخلينا ناخذ الموضوع بهالطريقة، إنه مرات الشخص من شدة ما تضيق عليه الحياة يبدأ يفكر يقول طيب أنا الآن إذا نظفت ابني بيتشافى، إذا نظفت الآن ابني بخلص من هالقصة المؤلمة. أقولك بتتخلصين من الألم، بتتخلصين من الألم، لكن القصة قد تبقى، يمكن تروح بس قد تبقى، لكن بتتخلصين جزء كبير من الألم، جزء كبير من الألم راح تخلصين منه، وهذا يجعل الحياة كثير أفضل، كثير أجود، كثير أحسن. أنا ما زلت أمشي بعكازي، لكن جزء كبير من الألم راح بالتنظيف، راح بنشيل طبقات من المشاعر التعبانة تجاه هذا الألم، شيل طبقات من المعتقدات والأفكار تجاه هذه المشكلة. ذلك كونك إنك أنت تنظفين راح ينخفض مستوى الألم، بدل ما أنت تتألمين 10 الآن راح يكون الألم يمكن 2، اللي هو الحالة المادية كيف ترتبين الموضوع. وكون عندك قوة داخلية، كون عندك مشاعر قوية، كون عندك فكر قوي، معتقدات قوية، هذه كلها ترتب لك الحياة المادية، تترتب الأشياء، يجيك الناس اللي يشتغلون عندك، يجيك تتجلى المدرسة الجيدة، يأتي الأب المساعد، تترتب الحياة المادية. بس ما راح تترتب وإحنا لسه عندنا أكوام من الألم، ما راح تترتب وعندي مشاعر طبقات من الألم، أفكار ومعتقدات كلها موجعة، كلها مؤلمة. تقعدين كل يوم تقولين ليش؟ ليش؟ ليش أنا عايشة بهذه القصة؟ ليش طيب ابني؟ ليش؟ ليش أنا وش سويت؟ طب ليش ابني؟ ليش ابني يصير لهذا الشيء؟ أنا سويت شيء؟ ابني هو قاعد معاقب وليش القصة؟ فكل هالأفكار والمعتقدات تخلي الواحد كثير يتألم. غير القصة إنك لما تشوفين الشخص تتألمين عشانه، لما تشوفين الطفل تتألمين عشانه. هذا هو اللي راح يخلي فكرة التنظيف تشتغل معك، إنه لما أنا أنظف راح أشيل طبقات من الألم، لما أشيل طبقات من الألم أقدر إني أنا أستقبل في نفس شوية، أقدر أضبط حياتي. لما يخف عندي الألم أقدر أضبط حياتي، أقدر الحياة المادية تتضبط أسهل بكثير. بس أنتي ضبطي المشاعر وضبطي التفكير. أقترح عليك إنك أنتي تحضرين سول ديتوكس، تحضرين سول ديتوكس ومعها التنفس. سارة حبيبتي تقول قيمة المال مش عالية عندي، بس نفس الوقت هو ضرورة، كيف ممكن أعلي قيمته؟ هي الحياة ما تشتغل بهذه الطريقة. نرجع ونذكر في نقطة قلناها أكثر من مرة، إنه ما في شيء برا، ما في شيء برا، موضوع كله أنت، الموضوع كله أنت. أنت قاعد يعني تسوي ديل مع نفسك، أنت قاعد قدام الطاولة وقدام المراية وتشيل هذه الورقة وتحطها وتشيل وتحط وكذا، كله ديل مع نفسك. لذلك كون انه انت تقولين المال هناك هو ضرورة، هناك بعيد برا هناك هو ضرورة، بس انا عندي قيمة المال مش عالية، اوكي، يجيك الحكم يقول لك طيب قيمة المال مش مهمة، مو مهمة، لانه المهم هو شعورك، المهم هو انت مش تبغين من الداخل، هذا هو المهم. المال مو ضروري، هو ضروري عندهم، هو ضروري برا، هو ضروري في مكان ما، بس عندك مو ضروري. وبناء عليه الحياة أيضا ستكون عادلة معك بإيمانك هذا. يعني خلنا نقول إنها من الممكن إنها ما تحطك في زاوية حرجة، لأنك أنت ما تشوفين إنه المال لهالدرجة من الضرورة، مو لهالدرجة من الضرورة.